أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى فقرة النقاش ضمن غرفة الأخبار. سنكون في هذا الصباح اقتصاديين بامتياز، نتحدث عن موضوعين هامين. الموضوع الأول يتعلق بالتئام وانعقاد المنتدى الثاني للاتحاد الأوروبي الجزائري في مجال الطاقة بعد أن كان سنة 2016. ما المبتغى من هذا المنتدى في مجال الطاقة، ولماذا يأتي في هذا الظرف بالذات، وكيف يكون أو تكون الجزائر بلد للشراكة وبلد آمن وكذلك موثوق في ظل التغيرات الجيوستراتيجية وكذلك تذبذب في الأسعار، الارتفاع المسجل على الطلب في الطاقة. نتحدث كذلك عن أسعار الطاقة بخصوص اللقاء الأخير لأوبيك بلاس والتي قررت تخفيض إنتاجها بداية من شهر نوفمبر. مشاهدينا الكرام، سنتحدث عن هذه الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في مجال الطاقة. يحضر معي في البلاطو الأستاذ الخبير الاقتصادي الدكتور هواريتي غرسي. أهلا بك، صباح الخير. شكرا. نشكرك على تلبية الدعوة سيدي الكريم. تعرف أنه قبل ما نتكلموا على هذا المنتدى، ما هو الوضع العام الاستراتيجي، الوضع الاقتصادي الدولي بخصوص الطاقة اليوم؟ أكيد أزمة كبيرة، خاصة نعاني منها الخريف هذا بالنسبة لأوروبا، وطبعا بسبب الإشكالية الموجودة وبسبب الحرب طبعا الأوكرانية الروسية، نقص طبعا الإمدادات، نورد ستريم والنفروض حتى الأنبوب الناقل الغاز تقريبا توقف نظرا للعطب ونظرا للعطب اللي كان بطريقة مباشرة، معناتها كان استعملت طبعا وسائل اللي لعزل هذا. نظن هذا إشكالية موجودة في، وتريد أوروبا إيجاد بديل بالنسبة للغاز. بالبديل بالنسبة لهم من هو طبعا الأقرب إلى كل هذا الجانب؟ من بينهم طبعا الجزائر، معناتها الجزائر هي الأقرب بالنسبة لأوروبا. الجزائر طبعا موثوقية كبيرة بالنسبة لأوروبا. الجزائر طبعا استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي، تريد طبعا تحقيق إيجاد بدائل بالنسبة لي أو تنويع طبعا الشركاء بالنسبة لأوروبا. ولكن بالمقابل طبعا عندها الجزائر كذلك رد منتعب في هذا الجانب. الجزائر طبعا تنتمي دائما إلى أوباب وكذلك أوباب بلس، معناتها كل القرارات هي مرتبطة بهذا الجانب. الجزائر تنتمي إلى المنتدى العالمي بالنسبة للغاز اللي هي نفسه في المراحل القادمة باش يكون تنظيم كذلك دولي، منظمة دولية لتحافظ على هذا الجانب. الجزائر طبعا تريد، خلينا نقول لك انه تريد، اذا اردتم اوروبا مثلا لاستقدام وطبعا استيراد خاصه الغاز الجزائري، ما على اوروبا في المرحله القادمه الا طبعا الاستثمار في الجزائر، لانه امكانيات الجزائر طبعا كبيره، ولكن امكانيات فيما يخص عمليه الانتاج نوعا ما ضعيفة مقارنة مع المخزون اللي موجود في الجزائر. نقطة ثانية، إمكانية طبعا تخزين ضعيفة، وشفنا كثير من شركات مثلا شركات صينية الجزائرية في آخر مرة في عنابة كان الهدف منه هو تطوير طبعا التخزين. في عملية النقل كذلك لما نشوفوا الإمكانيات نتاعنا بالنقل طبعا نوعا ما محدودة مقارنة مع الطلب الأوروبي اللي شنو أنبوب الغاز بالنسبة لتونس إيطاليا، أنبوب الغاز طبعا ميد غاز لمعروف، أنبوب الغاز اللي بالنسبة للمغرب اللي طبعا أصبح يستعمل كذلك. إذا أراد أوروبا أن تكون نعم الجزائر شريك مهم جدا وتقدر تورد لها، ولكن يجب أن تكون استثمارات أوروبية كبيرة في الجزائر. وهنا شفنا كثير من الاتفاقيات جرات طبعا بين تركيا بالجزائر ومع فرنسا وكثير يعني انفرادي. استاذ هواريتي غرسي، يعني نقدر نطرح هذا السؤال، هل هذا السؤال مشروع وشرعي؟ الاتحاد الاوروبي يعاني حاليا طاقويا؟ نعم، لما نشوف الاسعار الطاقه في انجلترا مثلا ارتفعت 3 مرات، لما نشوف طبعا الشارع الانجليزي خرج للبرا، لما نشوف طبعا فرنسا عندهم اضرار مثلا في الكهرباء، الحق طبعا بكثير من الدول وحتى في دول انجلترا انه ياكد معلومه انه ما يخلش المواطن الشهر الجاي. هذا معناتها العجز اللي وصلت ليه اوروبا فيما يخص طبعا الموارد، سواء بالنسبه للغاز سواء لان يحكوا على الكهرباء مرتبطه كذلك الانتاج. يعني ازمه غير مسبوقه، يعني ازمه غير مسبوقه مقارنه ب 2008، لانه علاش الامكانيات باش ما بقى
الا طبعا الغاز السائل اللي ممكن يستورد، امور واحده اخرى طبعا الانابيب و الطرق اللي كانت موجوده في المرحله السابقه نظن تعرفت تعز. ولحياء هذا العمليه طبعا توقعات كثير من الاقتصاديين يقول لك ممكن تحل هذه المشاكل بعد 24 بعد 25 بعد سنتين ثلاث سنوات لوصول الى حل نهائي لتنويع طبعا الشركاء. استاذ هواريتي غرس، يعني كلامك هو الكبير، ولكن ربما رغم ان هذا التشخيص اللي قلت لي عليه انت بهذه الوضعيه ربما غير المسبوقه في اوروبا، لماذا هذه الاسعار ما زالت محافظه على استقرارها؟ مشات شويه 105 110 وانا نروك في التسعينات و88 بالنسبه لصحاري بلاند الجزائر. لانه بكل صراحه كان عرض وطلب، لما نشوف انه العرض يكون، لانه المراحل السابقه كان تغلغل الاتحاد الأوروبي والدول طبعا القوية من بينها أمريكا، تغلغل حتى للأوبيب، لأنه لأول مرة نشوفوا جميع أعضاء الأوبيب يتفقون على قرارات بالنسبة لتخفيض العملية الإنتاجية، لأنه زوج ملايين برميل. وطبعا رغم الضغوطات الأمريكية نظن مرتبطة بجانب سياسي، أنه سيادة لكثير من دول وتحرر كثير من دول من طبعا التبعية الاستعمارية اللي كانت موجودة في المراحل السابقة، اللي هي سواء بالنسبة لأمريكا سواء بالنسبة لأوروبا. كثير من دول نظرا لضغوطات الشعبية اللي موجودة تريد طبعا تحقيق وين الأرباح، كيف يمكن تحقيق الأرباح المتزايدة، وطبعا كيف يمكن تثمين طبعا هذا المنتوج في الأسواق العالمية. لما نشوفوا أنه هذا المنتوج، ولما نعاود نسترجع هذا المنتوج لما يولي مادة حولية بأسعار طبعا عشرات الأسعار، ولكن القيمة نتاعها مادة خام بهذه القيمة منتجة طبعا في مناطق معينة بتكلفة معينة وتنباع طبعا بأسعار معينة. إذن هذا الاستقرار أوبيب راح يخلي حسب الخبراء ممكن جدا تستقر هذه الأسعار لمدة سنوات، معناتها سنتين تقريبا، على الأقل سنتين راح تحافظ دائما الأسعار وفق الاتفاق. بزاف 190 هكذا. نعم 90 و100 مقبوله. لا مقبوله هذا هو الحقيقه. القيمه اللي كان يتوقعها في المراحل السابقه 80، وهذا الاتفاق اللي كان بين الغرب طبعا وما بين دول المصدره على الاقل يكون 80 باش يمكن تغطي طبعا تكاليف وتغطي الاحتياطات. طلعت في الاسعار مثل المواد الغذائيه القمح الى غير ذلك، يعني ربما نعم لانه علاش الفكره طبعا. وكنا نشوف مجلس الوزراء مؤخرا يحكي على الامن الغذائي، ضروري انه احنا نروحوا الى مادام معنا امكانيات، لانه شوفوا العكس انت معناتها لو تزيد له في قيمه البريل معناتها يزيد له في المواد الاساسيه، وشوف الحركيه اللي موجوده في عمليه الاستيراد. كنا الفاتوره بالنسبه للمواد الاساسيه البسيطه تقريبا 3.4 راح في 6 مليار في هذه المرحله. اذا ينبغي الحفاظ على خلينا نقول لك انه الحفاظ على هذا المنتوج واللي هو طبعا ثروه بالنسبه للاجيال الجايه، كذلك من حق نفكر في الاجيال الجايه. وطبعا باش نفكر في الاجيال الجايه يجب طبعا تحديث العملية من خلال صناعة تحويلية، معناتها يجب الولوج في المرحلة القادمة إلى استثمارات حقيقية بالنسبة للصناعة التحويلية عوض طبعا لتصدير الخام، سواء بالنسبة للبترول سواء بالنسبة للغاز سواء بالنسبة للمناجم سواء بالنسبة للمنتوج الفلاحي، كل هذا ضروري أنه متكامل، كل متكامل. أستاذ نعم. حتى لا نبتعد كثيرا على موضوع الحلقة وهو المنتدى الثاني، منتدى الأعمال الجزائري الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة. هل ترى أنه ربما حنت الفرصة، يعني الاتحاد الأوروبي بين يدينا اليوم في ظل هذا الوضع الاقتصادي؟ والله شوف جبتني فكرة واحدة أخرى، هي هو إشكالية طبعا الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. طبعا اللي نشوف أرقام خيالية السنوات الماضية، تقريبا لما نشوف صادرات نتاعنا مئات الملايير، خلينا ما نقولش 400 ولا 500 ولا 600، ولما طبعا لا بالنسبة للواردات نتاعنا الواردات اللي كانت في المرحلة السابقة، لأنه كنا في سنة تقريبا السنوات الماضية تقريبا أكثر من 60، رانا تقريبا راح نوصل العام هذا تقريبا 40 50. الوزير الأول تكلم في 2014 تقريبا كنا نحتاجوا 25 في الاستيراد، درنا قريب 60 مليار دولار. نعم هذا وبالتالي أنه لازم ضروري إعادة النظر، خاصة هذه فرصة. صح. لأنه علاش مبدأ الشراكة مبني على بالنسبة للمنظومة الاقتصادية بني تقريبا ثلاث نقاط. النقطة الأولى تحويل التكنولوجيا،
ومن 2005 من مضينا الاتفاق ما كان ولا تحويل تكنولوجيا. النقطة الثانية طبعا تحويل الفرد اللي هو حرية تحرك العنصر البشري من خلال التأشيرات، وشفنا حتى نواب البرلمان ما عندهمش الفيزا، ما عندهمش التأشيرة. اليوم التأشيرة ما كانش حتى نواب البرلمان. برلمان ما يقدرش يخرج. برلمان ما يقدرش يخرج، لو يخرج بصفر رسمية ممكن يعطوه. ورغم هذا كان في اتفاق الاتحاد الأوروبي 2005 نعم موجود. نعم موجود الاتفاق، لا هذو متفقين عليهم. المشكلة لماذا لا تجسد هذه ميدانيا؟ لا تجسد لأنه بكل صراحة كانت كنا ضعاف. كنا ضعاف. لانه قولني هكذا بصراحه باش نعرفوا بصراحه القوه مش سياسيه، قوه اقتصاديه. لما صح. تكون عندك قوه اقتصاديه يمكن طبعا تفرض روحك. وعلى رحنا الاتحاد الاوروبي اذا رحنا الاتحاد الاوروبي حتى لما يكون عندك استقرار طبعا سياسي وعندك قوه سياسيه، ولا ما عندكش المال ما عندكش الامكانيات. استاذ افتح لك هذا القوس فقط جاوبني عليه لو سمحت، انت الخبير. علاش رحنا في 2005 الاتحاد الاوروبي سلمنا رواحنا؟ ما كناش عندنا خيار، ما عندناش خيار، لانه كان مغلوق علينا تقريبا كل العالم، كنا عايشين في عزلة دولية. رحمة صندوق النقد الدولي. بنينا الاتفاقية هذيك على أمور أكثر سياسية، الهدف منها هو الانفتاح عبر العالم. لأنه خلينا نقول لك أنه في سنوات الطائرة نتاعنا ما تحطش في فرنسا. ما تحطش طبعا في شرق دول ما تحطش. بهذه الإشكالية أنه كيف يمكن نظن، حتى ما نقدرش نلوم المسؤولين آنذاك، ولكن كان الهدف تاعهم هو طبعا جو سياسي، كيف يمكن إيجاد حلول وإيجاد طبعا صدى بكل الممارسات الموجودة في الجزائر والانفتاح. هل اليوم حان الوقت باش نبدلوا هذه القرارات ونفعلوها ميدانيا؟ ما بقاوش حابس 2005. نشوف مصايب وقومين عندي قومين في الحمد لله أنه الإمكانيات برزت. صح. مول الطاقة كبرت، الاستثمارات بدأت تجي في الجزائر الحمد لله. قانون الاستثمار واجد. راح نشوفوا قوانين واحدة أخرى. البرلمان هذه السنة راح يصادق تقريبا على 45 قانون مرتبطة خاصة بالإصلاحات، لأنه مراسم تنظيمية. لأنه لما نحكي على قانون الاستثمار وحده ما يكفيش، لأنه هو جزء لا يتجزأ من مناخ الاستثمار. لأنه إلا ما درناش إصلاح مالي وإصلاح جبائي وإصلاح في البنوك وإصلاح طبعا في القوانين المنظومة الشرعية، في قانون القانون البلدية، في قانون طبعا بلدية والولاية غير ذلك، بلدية والولاية، في عدة في الصفقات العمومية، في كثير من القوانين ضروري أنه كانوا هذه كما قلنا أنا في الحصانة هذه قاطرة. قانون الاستثمار قاطرة يحمل وراه عدة طبعا. اسمحني أن نسأل في الإجابة، يعني نحاول نسرع في الأسئلة باش ندي منك أكثر معلومات. المنتدى تاع الأعمال اليوم هو منتدى الطاقة، الطاقة فيه كل شيء، فيه كهرباء، فيها طاقة متجددة، فيها غاز. شوف لأنه في وقت من الأوقات كانت الجزائر كل ما تقول الجزائر تسمع غير النفط والبترول، حرب البترول 73 الجزائر عندها قوة، لماذا ما اعتمدناش بزاف على الغاز؟ هل اليوم حان الوقت باش نكون بلد غازي حقيقة في التعامل في الشراكة وفي الأسعار؟ لا مش فقط نعم، لما نشوف الاحتياطي تقريبا ثالث عالميا، هذا مشي مفروغ منه، ولكن بالمقابل شفنا سيد رئيس الجمهورية كان يقترح لإيطاليا أن يصدر لهم الكهرباء، يصدر الكهرباء. ما كانش بكري هذا، ما كانش بكري، كنا نستورد. صح. كنا نستورد، ولحقنا مرحلة استوردنا من تونس والحمد لله أنه طاقة، لأنه علاش هناك طبعا استثمارات كبيرة. لما نشوف التربينات اللي موجود في باتنا المصنع، هذاك مصنع كبير جدا مع شركة أمريكية، وبدينا حتى أنه هناك طلب في إفريقيا بالنسبة لموريتانيا، وانتقلنا إلى جهة أخرى في النيجر، في كثير من المناطق اللي حتى أوروبا والتي تعلنها مباشرة. نتمنى أنه الحركية اللي موجودة في الجزائر تقود طبعا إفريقيا في المراحل القادمة وتعطي طبعا حلول بالنسبة لإفريقيا، وهذا هو اللي قلت لك عليه أنه موثوقية الجزائر. وهذا مازال لي سؤال في هذا الجزء من منتدى الأعمال بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، ما هي الجدوى الاقتصادية؟ أجبني على هذا السؤال. أكيد الجدوى الاقتصادية وين لأنه رابح بالنسبة للطرفين، ولكن بالمقابل تحويل التكنولوجيا نعطلهم مور طاقة. صح. ولكن لازم نحول التكنولوجيا، إذا وين كانت مشات في الجانب هذا ممكن طبعا راح نروح إلى مستوى أعلى. هنا معناتها الاستثمارات اللي نحتاجها في المرأة، لأنه الإمكانيات المالية موجودة، المادية موجودة، العنصر البشري موجود، فقط نحتاج إلى تحويل بالنسبة للتكنولوجيا، سواء بالنسبة لي الطاقات المتجددة، سواء بالنسبة لي طبعا المؤسسات الناشئة، كله تقريبا هو فكر. لأنه لاحظنا حتى الغلق هذا وش معلش تأشيرة الغلق بين في من حيث
من حيث التجارب ومن حيث الخبرات العلمية الموجودة بين الجامعات الجزائرية والجامعات الغربية. كل الجامعات الغربية ترفض طبعا طلبات المواطنين الجزائريين، وبالتالي كنا في عزلة، حتى في عزلة علمية، وطبعا مش فقط جانب علمي ولكن تبادل الخبرات، كنا تقريبا في عزلة مقارنة مع هذه الدول. وصلت الفكرة أستاذ وارثي غرسي، سنعود إليك بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نستكمل هذه الحلقة، فقرة النقاش التي خصصناها لموضوع اقتصادي. الجزء الثاني سنخصصه لعرض بيان السياسة العامة للحكومة من طرف الوزير الأول مساء اليوم أمام مجلس الأمة. بعد الفاصل نواصل.